بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أنبياء الله ورسله وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ معكم ما لدينا من كنوز وحقائق في هذه القناة، برجاء الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد ليس له نظير في أي قناة أخرى على الإطلاق. أخي الباحث عن الحق، هل تعلم أنه ليس اسم حية من مرادفات اسم الثعبان كما يزعم الناس منذ نزول القرآن؟ ولكن الله يقصد أنه نفخ روح الحياة في عصا موسى فصارت حية تسعى، أي العصا صارت حية أي تحمل روح الحياة. ولكن ماذا أصبحت بعد أن صارت حية تسعى؟ والجواب ثعبان مبين. للمزيد من معرفة الحق تجدوه على الرابط التالي. أخي المسلم، أختي المسلمة، هل تعلم أن تقبيل الحجر الأسود بدعة ما أنزل الله بها من سلطان؟ وأن سيدنا إبراهيم عليه السلام ما وضعه إلا علامة لتحديد مكان بدء الطواف؟ مزيدا من التفصيل حول ذلك في هذا الرابط. اقتباس من بيان. فأي علماء أنتم يا معشر علماء المسلمين؟ وسوف تتسببون في عذاب أمة الإسلام بسبب إعراضكم عن الحق من ربكم وأتباعكم مثلكم كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. فلو يعملوا مقارنة بين بيان ناصر محمد اليماني وبيان علمائهم لكتاب الله لوجدوا أنه كالفرق بين النور والظلمات. وها هو موقع ناصر محمد اليماني، جعلناه طاولة الحوار العالمية مسموحا لكل البشر، المسلمين والكفار والنصارى واليهود والملحدين. الإمام ناصر محمد اليماني. كتب البيان بتاريخ 26 من شهر صفر لسنة 1430 للهجرة، الموافق 22 من شهر فبراير لسنة 2009. أخي الباحث عن الحق، قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. فمن هم الصابئين؟ ومن هم المجوس؟ ومن هم الذين هادوا والذين أشركوا؟ لمعرفة كل هذا وأكثر تجدوه على الرابط التالي.